صباح النور، كي صبحتي؟ صافا الحمد لله، انا في الطريق. حبيبي اسمح لي، نسيت ورا في الكونجيلاتور. لا تبدو ديرو في الميكرووند والفطور واجد، ما حسبلوش اش غتفيق بكري. داكوغ، في يد الله، شكرا. يلا باي باي، عتوت على خير. اللي داز كنت طلبت منكم ديروا بحث على فائده الفلسفه، ياك؟ واللي تار الانتباه ديالي في المواضيع كلها مكتوبه بنفس الطريقه، تقريبا نفس المحتوى، ما كاينش فرق. هذا كيدل على اننا مشينا كاملين نفس الموقع ودرنا البحث ديالنا في الانترنت. نعم ام لا؟ نعم. الاعتراف فضيلة. واخا عافاك. النقاط راه كتشابه، لأن الموضوع كيتشابه.
بكات. غير هذا صحابي كاملين، غير هذا محسن. سكات. وهذا سعادة المولية شاد الحالة فين وصلنا مع عليها. استاذ لطيف تفضل معي. نعم الاماكن ديالنا والصمت. سيد البرجاوي صباح الخير. صباح النور سيدة سليمة، لاباس عليك هانية؟ الحمد لله. وانت؟ احنا كنعديو في هاد الايام اللي باقا لينا في هاد المدرسة. مالك ياك لاباس؟ ما سمعتيش اش مجرى السي لطيف؟ اه قبيله كنت في الحصة وسمعت شي صداع، خرجت لقيت الفوضى قدام القسم ديالو. مالو؟ السي لطيف تشاد معاه واحد التلميذ بقى صحاب يدو. دابا يمكن السي لطيف راه مشى للسبيطار. ايوا ايوا راه السيد المدير دابا راه معيط لنا، غادي يدير اجتماع غادي يشوف الاجراءات اللازمه اللي تتخذ في حق التلميذ. سلامة دابا استاذة سليمة. السادة الأساتذة يمكننا نبداو الاجتماع. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الموضوع ديال الاجتماع كنظن كيهمني حتى أنا، ممكن نحضر؟ تفضلي يا أستاذة. شكرا. كما هو في علمكم واحد من التلامب تعدى على الأستاذ ديالو ويمكن كاع عرسو. الأستاذ المعني بالأمر السي لطيفي، معروف بالكفاءة والمهنية وهو قدوم ديالنا. هادشي اللي وقع كيمس المؤسسة، كيمس الحرمة ديالها، وكيمسني حتى أنا شخصيا وبكم كأساتذة. وكان أكد لكم ما غاديش نخلي هاد المسألة تدوز بلا عيقة، ضروري من العيقة. وباش نكونوا عمليين ويتقفل هذا الملف أقرب وقت، خاص تجتمع لجنة، يعني مجلس القسم كلجنة أدبية، واللي غيتكون من ولي أمر التلميذ، جمعية الآباء، ممثل التلاميذ، أستاذ ديال الأساتذة غادي نعينه أنا شخصيا. وهذا المجلس أنا اللي غنترأسه. كيدار لي كلشي واضح. اسمح لي السيد المدير الله يخليك، كنظن بلي هادشي سابق الاوان ولا؟ او استاذه السيد راه في السبيطار، اش غنتسناو؟ التلميذ رايان اقرا عندي العام اللي فات، راه كان داصر. اخوان ما نتسرعوش عافاكم كما قالت الاستاذه سليمة. انا كنظن زعما في نظري نتحراو الاحداث، نشوفوا شنو وقع، نسمعوا للطرفين، نشوفوا الشهود، ما يمكنش نجيو ناخذوا شي قرار تعسفي هكذا. استاذه سليمة كيبان لي الامور واضحه، ولكن بما انك رئيسه خليه الانصات يمكن لك ديري التحريات ديالك. ولكن اليوم حيت نهار اثنين خاص اللجنه تجتمع وتاخذ القرار ديال العقوبه المناسبه
تفضلوا. خليكم انتم، خليكم انتم. لطيفي هو اللي استفزو. كيفاش استفزو؟ ريان ما تيحملش لاماتيغ ديال الاستاذ لطيفي، واخا هكاك ترونكيل ما كيدير لنا صداع لا والو، والوقت كامل هو كيرسم. شنو كيرسم؟ دوائر، بزاف ديال الدوائر. وفاش حصلو الاستاذ كيرسم بدا كيضحك عليه وقال لينا هاد الدوائر هي القيمه ديال ريان، زعما زيرو والو. واخا شنو دار ريان؟ ريان قال الاستاذ أنه كيفضل يرسم على يتبع الدرس ديالو. كيفاش توقعوا المشادة ما بين الأستاذ لطيفي وريان؟ الأستاذ لطيفي شد ريان من يديه ودفعه بالجهد حتى كان غادي يطيح. الأستاذ فاش بغى يدور در بيدو، ريان ما دار له والو. اسمحي لي، حتى ريان ما كانش خاصو يترد معاه في الهضرة. ولكن هذا كيبقى أستاذ، ماشي طريقة باش كيهضر. شكرا البنات. شكرا. العفو. سلام أستاذة. سلام، شنو كتسنى؟ قالوا لي نبقى حدا حتى يجي الوالد ديالو. واخا خليني معاه شوية. ما يمكنش أستاذة سليمة، حيت المدير أمرني باش نبقى حدا. العاشر، حنا ماشي في الحبس وهذا ماشي مجرم. يلا. ما غاديش يجي. شكون؟ الوالد ديالي عمرو غادي يجي. ولكن هذا الشيء اللي وقع راه خطير، خصو يحضر. ما شغلوش، وعمرو اصلا تسوق ليا. دير اللي بغيت ريان، ماشي من حقهم يطردوك. عاود ليا شنو وقع. ما ديما نعاود لك استاذة، بعدي مني ريان. تنعافك تقدر تعاود ليا شنو وقع بالضبط؟ ما كاين ما يتعاود، يخليني عليك ريان. انت مؤدب مجتهد اخلاقك عاليه، انا عارفه بلي هادشي اللي وقع غير سوء تفاهم، ولكن ماشي من حقك تعدى على استاذ. ما تعديتش عليه، شي كون ضربتو كل ما عرفتش شنو خليت فيه. كنهضروش هكا حشومه، ماشي من حقك دير ملاحظه ماشي في محلها. هو اللي ضحك عليا التلاميذ كاملين. حتى انت ضحكتي فيه التلاميذ. ريان الله يرضي عليك، تهدى. في الاول وفي الاخر راه كيبقى استاذ ديالي. هذاك راه غير مكروه. شوف كيما ما غير سمعني، انا راه باغي غير نعاونك. ما تعاونينيش، مفهومه؟ نهضر معاك. الهضره خليناها في المدرسه. ريان الله يرضي عليك. شنو بغيتي؟ شنو بغيت؟ نهضر معاك. ريان راك ما عرفتش شنو كدير، راك تشديتي مع استاذ وقصحتي في يديه وداو للسبيطار. ومن بعد يديروا اللي بغاو. راه غيديروا نهار اثنين اجتماع باش يشوفوا شنو غيديروا. قلت لك يطردوني الا بغى يطردوني، ماشي شغلي. ريان ما غنخليكش تخرج على المستقبل. انا لا بعدي مني، ما طلبت منك والو. شنو غديري باش تعاوني هاد الدري؟ مازال ما عرفتش، ولكن غادي نلقى حل. راه والدي اللي خصهم يلقاو لي حل ماشي انتي. على حساب ما عرفت، مو ماتت فاش كانت عنده 7 سنين، وباه ما مسوقش ليه كاع. وانتي مالك على هادشي كله؟ كيفاش مالي على هادشي كله؟ خصني نوقف معاه من الواجب ديالي كأستاذة.
ما عرفش حسيت بلي هاد الولد محتاج ليا. انت انا انت مالك؟ حيت انا محتاج الاستاذه. شنو كنهضر معاك انت كتفلى عليا ياك؟ واخا قول بصح وعلى بنينا سوزا؟ نعم مزيانة وعلى بنينا. انت كتقول لي قصير مليح. اها وشكون الاستاذ اللي بقى؟ ناري هذاك راسو شحال قاصح ولكن معليش صيفط لي لادريس ديالو. شوفي اللي امين غتصيفط لي لادريس ديالهم كاملين. الله يرحم ليك الوالدي. سمحي لي صدعتك معايا. شكرا تصبحي على خير. غادي نمشي نشوفه. شكون غادي تمشي تشوفي؟ الاساتذه ديال مجلس القسم. ودابا؟ لا ماشي دابا حتى الغدا الصباح. غادي نحاول نقنعهم واحد بواحد. كلهم؟ اه كلهم. واخا انت حمقى ما خباريش. وسمح لي الا كنت حمقى مره اخرى ما نعاودش لك مشاكلي. حسن وما دارش نوبل في الموضوع داك هو اللي غادي نحل معاه. وانت كتدخلي راسك في المشاكل على والو. كيفاش على والو؟ انا مستقبل تلميذ هذا. لا انت تعرفي بابا تريان. على حساب شنو بغيتي؟ شنو داير؟ ما قال لك والو. صباح الخير بعدا سمح لي. ما قال لي والو. صباح الخير. قليل كنتلاقاو وصافي. شنو طاري؟ ممكن ناخذ 5 دقائق من وقتك. هذيك الكتوبة ديال الرايان عاد تخربيق. بلاصة التلفاز راه بعتها شحال هاد. سمحي لينا على هاد الكراك ولا هاد الروينة هادي. هادي هي الدار بلا مرا. قلتي نصاوب واحد كاس ديال القهوة. لا شكرا ما بغيت والو. انا جيت غير نهضر معاك ونمشي. القهوه ماشي ليك ليا. اوه بصحة. بصحة. بصحة.
تفو الصباح دفق لينا القهوة دفقي صافي. ريان عنده مشكل مع واحد الأستاذ تشد معاه ويمكن هرسه من يديه. هرسه من يديه؟ شكون؟ ريان هرس أستاذ يديه؟ آه ريان تلميذ مجتهد وذكي ولكن ولا معصب بزاف. ريان معصب صراحة ما عرفتش مين جابت التعصابة مدام. ترى ممكن يكون مهدد بالطرد. بخير فين كاين المشكل؟ كيفاش فين كاين المشكل؟ راه غيضيع عليه مستقبله. عجبك الحال؟ انت باقي كيسحب لك باللي بنادم عنده شي مستقبل. حنا دابا سيدي ما كنهضروش على بنادم، كنهضروا على ولدك اللي كيهمك الامر ديالو. وهادشي علاش جيت عندك، خصك تحضر نهار اثنين. علاش بغيتي نحضر؟ باش تدافع عليه؟ هو هرس الاستاذ يديه، انا كيفاش بغيتي ندافع عليه؟ ولو انت ولي الامر ديالو خصك تكون حاضر. ولي الامر؟ بغيتي نعطي فرصه للاساتذه يبدا يشكروا فيا؟ يقول لي هذه صبيه هذه ما عرفتش تربي ولدك. والله ما نجي بالله. عرفتي شنو هي المشكله ديال حياتي انايا دابا؟ ما عرفتيش؟ دفقت لي القهوه وما عنديش باش نفطر. هادي عطيتك فلوس الفطور توريني فينا ورايا. غتكون جات الدار المسبقة. ملي عارفة اللي جي يسوليني سير قلبي لسعيد. الخور الباب محلول. السلام عليكم، هذه دار سعيد. دخلي دخلي مرحبا جي دخلي دخلي. عفاك انت هو سعيد؟ سعيد ناعس بغيت ريان ولدي. وراه هو ريان بالصباح هو مصدعنا. يهبط لي بلادي يوصلي سلامي معا. كرهتو مليت طال عداني في هاد الغيبة. الوالدة
سامحي لي يا زادت محاني يا الحبيبة الوالدة سامحي لي يا زاد شو جيتي ديريها واش هنا ريان عافاك خرج معايا بغيت نهضر معاك شنو واش ديري فيها انت امي ولا شنو لا ولدي غير بغيت نهضر معاك غير دقيقة عافاك عافاك ريان واش حماقيتي جايه لهنايا غتزيد قدامي دابا غادي تمشي عند الاستاذ لطيفي وغادي تعتذر ليه غنطلب الصباح من داك ولد ايه راك عم تخسر الهضره وقص وحيد الراس غادي نمشيو لعندو نطلب منو السماحه لعله وعسى يحيد الشكايه ديالي ما غنمشيش ريان ما غنج شوف قدامك انت راه ريان تسد ريان شكرا يا سيدي شيء مفتوحة تبارك الله بصحتك وانتي فري ديك اللعبة ديال البوفري عندهم الشهية أصحاب الفلوس ما عندهمش هاد الهضره زعما كتقولها لي انا اولا انا ماشي مصحاب الفلوس ثانيا عندي الشهيه قولي قلتي لي ما كليتي والو ريان قررت باش نمشي نشوف الاساتذه واحد واحد سمعتيني بريكة. لا ما عنديش بريكة وما غاديش تكمي وما عمرني نشوفك كتكمي بشوية ديال الاحترام الله يرضي عليك هاتي رماتي صاحبي شي بريك الله يعفو عليك اخويا الو صافي الحمد لله الا ما غاديش نقدر نحضر للغدا الا جاو مرحبا بهم نتلاقاو في العشاء ولا ما فهموش اش غندير لهم انايا ما عندي ما ندير عافاك تقدر تخلي هادشي حتى العشيه ونهضروا فيه الموبيله ديال المدير هادي ديال داك المكره
عليكم انا انا استاذه سليمه جيت باش نشوف الاستاذ لطيفي. مرحبا مرحبا. كيبقى شويه ونقول الحمد لله وصافي. تفضلي دار دارك. واخا سمحي لي ريان. ريان واش هذا هو الدري اللي تكرفس على رجلي؟ ريان ظروفه صعيبه بزاف، راجلي دابا باش يطلب منكم المصالحه. شوفي سمحي لي انا ندخل نقولها ليه. واخا الله يخليك الله يخليك اللي ما بتلي ساعة بخير. عافاك لله الله يجازيك بخير. عاونيني. ما بغي يشوفك لا انت ولا هو. وبيني وبينك ما عندك ما تقولي ليه، ما عنده ما يقولك. خليني نسمع من عنده. هاد الولد راه ما مربيش. انا كيصحبني غتهمك مصلحة استاذ زميل بحالك بحال. للاسف مصلحة هاد الجيل مسؤوليتنا كاملين يا استاذ. راكي كتضيعي فوقتك، وإلا بقيتي تابعة داك الولد راه غادي يخلق لك بزاف ديال المشاكل. سلامة. علاش كضحك؟ والو غادي يكون سبب. علاش؟ صحيح قلت لك والو. كيدور لك في داك الراس. السلام عليكم سي فريد. شخباركم سيدي لاباس عليك؟ اللهم لك الحمد. معك الأستاذة سليمة اللي معك في الثانوية. تماما مادة الفلسفة.
عيطت لك بغيت غير نشوف الا عندك شي وقيت بغيت نشوفك الله يخليك. لا نهار كاين غادي يكون فات الفوت. تمام على قبل رايه ممكن نشوفك. الو استاذ فريد. الو كان سمعك. الو السلام عليكم سي توفيق. عم درا شنو درتي ليا في القضيه ديال ريان؟ راه نهار اثنين ما بقى ليه والو. داكوغ اوكي واخا صافي اوكي اسمح لي. السلام عليكم. شخباركم استاذ؟ لاباس عليك؟ اللهم لك الحمد. عافاك اسمح لي جيت عندك بغيت غير نهضر معاك على تلميذ ريان. ريان اللي تشاد مع الاستاذ لطيفي. اسمح لي يا استاذ انا اسف ما نقدر ندير والو. لا بلاتي غير نشرح لك. الله يخليك. علاش داك يمكن دخلت خليك الباب؟ ريان شقولنا؟ غنتأدبو ياك؟ واخا شنو قالك دابا؟ ما بغاش يسمعني خايف من المدير. نرعود سي نورمال خايف على المصالح ديالو معاه. دابا شنو غنديرو أستاذ؟ زين راك مهتم بالامر اللي كيحسب ليا بسوقكش. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت بنت الاستاذ زكريا؟ هي انا. كلمي لي عافاك. ما كاينش شي صيد. فينا بنتي؟ السلام عليكم. على الله. السلام ورحمه الله. شكون معك؟ انا سليمه خدامه مع الاستاذ زكريا. مرحبا لنا. نعم الله يخليك. بغيت قالت لي بنتي راه مشى يصيد. مشى يصيد. نقدر نعرف فين؟ هي بطبيعه الحال
غتمشي نيشان كاين الواد على يدك اليمين غتلقاه تما فينا بلاصه حدا شويه بالضبط بارك الله فيك مرحبا لاله مرحبا السلام عليكم أستاذ زكريا. أنا الأستاذة سليمة. عرفتك. بدأ وخبرتني بالولاد. إذا غادي تكون عارف الموضوع علاش جيت عندك ياك؟ لا. مابغيتش نعرف. تي دخلتي لي في عظامي. شو شتي عليا؟ غير سمح لي عافاك ولكن راه الموضوع علاش جيتك مهم بزاف. كاين واحد التلميذ ممكن يتوقف نهار الاثنين. كدوي على حفيدي. تماما. هذاك مدام عنيف. ثقي بيا. بلاصتو ماشي في التناول. هذاك بلاصتو في شي سبيطار ديال الحماق. هذا رأيك؟ لا. هذا الرأي ديال الناس كاملين. محدود على الأقل ماشي رأيك. هذاك الولد خصنا غير نفهمو. أبدا أنا أستاذ ماشي طبيب نفساني. زيدون يدافع على التلميذ اللي تجرأ وهز يدي على الزميل ديالك هذا جاي با كوبوند. أنا متفقة معك ممكن يكون غلط ولكن أنا كندافع على حاجة واحدة حق وفرصة أخرى خصنا نعطيوها ليه. أبدا هذاك التلميذ اللي سمحنا ليه على الله التلاميذ الاخرين شنو غادي يعملوا في الاساتذه ثقي بيا راه غتكون روينه مدام. هذاك التلميذ خاصو يتعقب خاصو يكون عبره. دوا معك المدير قبل ما نجيك؟ افكتيفون دوا معايا. عمدرا شنو قال لك؟ قلتها لك ماتا راه كتضيع وقتك. انا عييت غادي ندخل في حالي لداري وصلك عند باك ونمشي. لا ما غنمشيش عنده ما في لي يشوف كم مارسو هاد الليله. ريان بصح ما بغيتش نشوف. مرحبا مرحبا. ربي يخليك يا بنتي. شكرا بنتي. غاسمحوا لي على هاد العشاء ديال الزربه وصافي. بسم الله الحاجه. ما رضيك ليك اولدي هاك الحاج. قولوا قولوا. الو السلام عليكم اولدي. هادي الأستاذة سليمة خدامة معاه. عفاك قولو بغيت نهضر معاه.
الو الو شو التليفون هذا؟ انا كنسمع فيه ولدو كيقول لي ما كاينش. سلمت بين وانت نهضر معاك. مجد ملح؟ نعم مزيان. هاي أختي هاش عندك طوال بزاف. يعني شنو درت؟ ما درت شي حاجة، أنت اللي معصة. واش تبغى تصحي المجتمع كله بوحدك؟ كنت وقف يومين وثلاث أيام كاع وأسبوع كاع ومن بعد انت محش بهذا الولد. انا اللي عارفه شنو كاين. الا خرج يومين الزنقه غادي يضيع لي حياته كامله. فين ريان؟ رانا دو خرج مع فمال. اللي مهم في هذا الشيء كامل هو انك خصك تمشي معايا عند الاساتذه اللي بقاو باش نشوفوه. علاش بغيت دي ودي معاك؟ حيت بغيتو يشوفوهم ويشوفو ويهضر معاهم يحسوا بانه نادم. اش كتسنى لما تمشي معاها؟ ماشي سوقك. ماشي سوقها وجه النمس. ديما جابت لي المشاكل. الله يغرق لبابك الشقف. حتى دابا عن بالك جبت المشاكل. باغي تسمع زعما قدام الاستاذه. شنو درتي لي انت كاع في هاد الحياه؟ الضرب وتبزز عليا نخرج من المدرسه باش نمشي نخدم وندمر وندبر لك في داك الخنز اللي كتشرب. ضحك. هو بدا كيسرسر عاوتاني. مسرسر. يا ربي يا ربي تعطي شي مصيبه نتهنى منه في مره. هنا أستاذ على هذا المستوى ديال الخنس. راه غير ماما الله يرحمها ربياته هي تمشي الشغل. أمي قال أمي ما تشدهاش تبع سر ريان. بابا شدي أمي بابا يا ريان خرج. كانت عزيزة علي أمي، كنبغيها بزاف، وكنت أنا راه كنت كنبغيها، كنت كنموت عليها، راه ملي باتتي بحال مت، حياتي تروّنت، لقيت راسي بوحدي، حتى أنا ما كنعرف ندير والو، لقيت راسي أنا وراه ما عرفتش ربي، هذا هو المشكل، صافي، هذا هو المشكل، بقيت شنو تستاهل.
واحده مني عافاك، ما بغيتش باقي نشوف وجهك. واخا داك غير تهدى تهدى عافاك تهدى تهدى تهدى. ديما كتقولي لي تهدى، شنو كتعرفي عليا باش تقولي لي تهدى؟ واخا اشرح لي انا بغيت نعرف. حنا ماشي في قسم، حنا راه في الزنقه، فهمتي؟ في الزنقه، وانا اللي كنهضر وانا اللي كنتحكم. استاذ غتمشي بحالك. اسمعني مزيان، شوف فيا، انا غنقول لك كلمه واحده. شنو؟ انا وعدتك غنوقف جنبك حتى الاخر وغنوفى بوعدي، وانت لما بغيتيش اولدي وكيحسب لك باللي بهذه الصحيحه هذه غتقدر تعيش حياه العصابات وحياه الزنقه وحياه هذا، الله يسهل عليك. غير انا باغي نقول لك حاجه واحده وسمعني اش كنقول لك. قلت الزنقه، حنا ماشي في قسم، حسبني امك كتهضر معك. انا باغا غير مصلحتك حتى انا ما كنت. حيت هادشي اللي كدير، سمعني، هادشي اللي كدير ماشي در رجال، هادشي در عاوين. تهز يدك على باك، هادي ماشي اخلاق، خصك تفهمو. راه انك تكون يتيم ماشي مبرر، ماشي مبرر انك تضيع حياتك، ماشي مبرر انك تولي غادي للحبس. لا ولدي، لا عندك شي حاجه في هاد الدماغ حيدها، راك غير كتحلم. فيق ادخل. السلام عليكم احباب لاله سليمه. كي دايره لاله سليمه؟ صحيحه اللهم لك الحمد. شي بخير؟ انت لاباس عليك؟ مزيانه مالي نطار الحمد لله، كلشي بخير. ايوا ديري ديري شي كويزات. بسم الله. الله يعطيك الخير. الله يسمعنا كلام الخير. مكرهتك توقف معايا على قبل القضيه ديال التلميذ ريان. جيتي عندي مرحبا بك، ولكن انا المشاكل ما استاذ سلامي راه ما كاين لا مشاكل لا والو. ديري دري هاد القريش لا زادو. اسمعني الله يجازيك بخير، راه خصنا نوقفوا مع داك الولد. هادي راه زبده بلديه. مرحبا، زيدي راه زويونه الزبده هاد البلد. الله يخلف، سمح لي بزاف. سمحي لي فيقتك بكري. وما تسولت غير شي مشاكل. لا لا، من نوع التليفون هنا. الله يخليك. واخا سمح لي.
لا اختي واحد التلميذ عندنا في المؤسسه. لا خليك مع ضيوفك، انا غير خفت نمشي بوحدي وصافي. لا لا صافي لا ما تمشيش معايا، انا غادي غنسالي هادشي وغادي ندوز لعندك. صباحك مبروك، صباحك مبروك. سلام سلام اختي. اسمح لي يا سيدي. ماشي مشكل. الدار ديال الاستاذ حميد فين لقاه؟ السيدي اللي هي قدام هذيك الدار البيضاء ديالو. هذيك؟ اه بيضاء. شكرا. مشي مشي.
السلام عليكم. السلام بنتي. شخباركم لله؟ لاباس. اللهم لك الحمد. شحال بالخاطر؟ الله يخليك نقلب على الأستاذ حميد. حميد ولدي. شرفين. معاه معاك شي مشكل معاه؟ لا ما كاين لا مشكل لا والو. غير أنا خدامة معاه وبغيت نهضر معاه على واحد التلميذ. أجي كريم ولدي، أجي دي عند باباك. الله يرحم بها الوالدي. شكرا لله، بارك الله. كيعجبك الحال ملي كتجينا البلاد؟ كيعجبني الحال ولكن ما كيلاوي في الاوان. هادشي علاش الدنيا زوينه لا؟ اه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون هاد السيده ولدي؟ جدي هادي راه استاذه خدامه مع بابا جات باش تشوف. مرحبا بنتي، كي دايره بخير؟ لاباس عليك؟ شخباركم اسيدي؟ لاباس عليك؟ الله يخليك بنتي، الله يخليك على خير. مرحبا بنتي، سير ولدي مع الاستاذه عند باباك هو في الكوري. ربي عوين. اللهم امين بنتي، الله يرضى عليك. بابا انا ولدي استاذه بغات تشوفك. السلام عليكم استاذ حميد. مدام سليمه، شنو المفاجاه؟ كريم سير عند امك قول لها تعمر واحد البلاد ديال هادشي. سير. مرحبا مرحبا، نهار كبير هذا. اسمح لي جيت هاجم عليك حتى لهنا. مرحبا مرحبا، بارك الله فيك، ما ناخذش من وقتك بزاف. انا راه عندي بزاف ديال الشغل تابعني، راك عارفه ان زيد بادي وعاد غنمشي حتى للمدينه باش نقاد الامور ديالي باش غدا ان شاء الله نمشي للمدرسه. مرحبا مدام. استاذ حميد جيت نهضر معاك على قبل المجلس اللي غيتعقد غدا. اه على قبل هذاك مسكين. اه استاذ لطيفي. لا استاذه انا ما داويش على استاذ لطيفي، داوي على ذاك الوليد اللي سميته ريان. ريان الحفيظي. ريان هذاك الوليد مثلا قرا عندنا، دري مؤدب وعنده موهبه، هو كيتعصب بعض المرات ولكن ما عمرني ما شفت منه شي كلمه ديال العيب. واش عرفتي شحال انا فرحانه حيت كنسمع هاد الهضره؟ واخا ما كافيش ولكن امه الحمد لله. علاش ما كافيش؟ لحد الان انت هو الاستاذ الوحيد اللي في صفه. والاخرين مالهم؟ الاخرين هضر معاهم المدير. اه فهمتك يا استاذ، شوف الطريق ديالهم. راك عارف نعول عليك. مدام سليمه كوني هادئه، هذاك الشيء اللي داز على ريان داز عليا اكثر مني. كون ماشي وجوه بحالك كون راني دابا متشرف في الزنقه، ولكن الحمد لله باقي الخير. انا غدا ان شاء الله غنمشي وغنقول هذاك الشيء اللي مامن به، سيري نفسي على جنب راه. بارك الله فيك. ولكن بلاتي ما تمشيش تشرب واحد الكاس ديال التي بلاتي. لا مازال تابعني الطريق. الله يرحم لك الوالدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا الاستاذه سليمه. اه وي وي عرفتك. شوف مدام سليمه، هادشي اللي كديري دابا انت سميتو تبرزيت. لا لا انا ما جايش نبرزتك. اه جايه نهضر معك على التلميذ ريان. اسمح لي دابا انا غنمشي نقضي شي حاجه. استاذ نهار الاثنين ما تصوتش ضد ريان ياك؟ مدام سليمه
أنا اللي كنت غادي نصوت على ذاك التلميذ غادي نصوت عليه ضد في المدير. واخا تمي سلام على المدام. فراسي مقصرة من جهتك، أنا عاد شادة الطريق شوية وغنوصل. غدا نطيب لك الطاجين اللي كيعجبك، اليوم راني عيد. السلام عليكم. عليكم السلام. عفاك ولدي دار الأستاذ عمر فين؟ أي الدار العلا. هادي شنو عنده؟ عندهم منازع. وما عرفش شكون مات. عايزه نجي صار على غفله. الاستاذ الله يرحمه بصدق. شنو على انت كتعرفيه؟ لا اله الا الله. ما تقوليش لي انت هي يا اختي. حولوا يا اختي نمشي نشوف في جهه اخرى. شوفي الا كان شي حاجه قوليها ليا. راه مراته واحد النفعه واحد الكرطيطه ما قال ليها ربي منين جيتي. واحد المشاويده راه هي اللي قتلاتو. ري قهرتني يا اختي، قهرتني بالرشان في العتبه، تخلتني بايره. لا حول ولا قوه الا بالله. شوفي سرك كبير، خي قول لي شنو كاين لك. انت مراتو الثانيه مدام. مادموزيل انا راه باقي ما دوزتش الفريضه. واخا اسمعي لي مادموزيل الله يخليك. انا استاذه المرحوم كان كيقري معايا في الثانويه. الثانويه؟ ولكن هو اللي كيقري في الجامعه، وخو عمر هو اللي كيقري في الثانويه. اللي كيقري في الثانويه فينا هو؟ راه برا مع الرجال. الله يجيب لك شي ولد الناس. امين اختي امين. فاش اخبارك؟ اللهم لك الحمد. كيبقى شويه من يديه الحمد لله. واخا بارك الله في، انا غدا نكون عنده مزيان ملي بغى يشوفنا. دخل عندي بشير عاوني وطلع الخبز. واخا بسلامه هاد الساعه. سلام.
مشى معك بس انا مدام سليم عارفك ما جاياش تهزي. اسمح لي وصافي جيتك في هاد الظروف، انا جايه غير على غفله نهضر معك في واحد الموضوع. عارف واش انت كتامني بيه؟ شكون تلميذ رايا؟ بزاف. كوني هانيه، انا غادي نكون معاه ونوقف بجنبه. بارك الله فيك يا هاني يا مدام سليم، الله يطول لك في العمر. يا دخلي تعشي مع الناس. بارك الله فيك. شكرا. صباح الخير. هادشي عندك ما كيساليش؟ ها؟ هادشي عندك ما كيساليش؟ رانا تكرام جوج ولا خدامين كيدبروا على السطح، ونوضي تقعد يجمع عليا هادشي، بركة من حريق الضوء. وعليكم السلام. لاباس سليمة؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. تفضلي هو كيتسناك. ميرسي. شوية بعدا وصل لطيفي. ما شفت ما شوية. كان دابا خصني نكون في الثانوية. وهاني دابا محبوس ما بين أربعة ديال الحيوط. شكرا. وعلاش غتكون محبوس؟ أنت مضرور غير في اليد اليسرى وتقدر تستأنف التدريس وقت ما بغيتي. الطبيب عطاني 20 يوم ديال الراحة. أستاذ لطيفي، جيت عندك باش نطلبك عافاك إلا ما سمح لريان. هو فعلا تهور، وهادشي اللي دار ما مزيانش، ولكن راه ما قصدش. عرفت عرفت، ولكن إلا مشيت حتى سمعت ليه الزملاء ديالي والمدير غادي يتخلقوا عليا. ما عرفتش علاش كيكرهوا هاد التلميذ، شنو دار ليهم؟ المشكل ماشي فيه هو، المشكل في الاخرين. وريان خصو يكون عبر عليهم ولغيرهم. اسمح لي، ريان ماشي في حاله. ريان تلميذ موهوب وباغي يقرا. انت متيقنة؟ انا ما عنديش نفس اليقين، وانت غتشوفي. خايف من المديريه مدام سليمة؟ المهنة ديالنا صعيبة، في
فيها مسؤولية كبيرة، تنقريو تنربيو تنصرفو في الليالي على أجلهم، وفوق من هادشي كله كان كيحسبني غادي تجي تشوفيني كيف بقيت واش لاباس، وملي هكا غادي نضطر نقول لك تفضلي حيت مازال عيان وباغي نرتاح. خليت لك الراحة. سمحي لي. توفيق واحد دقيقة. الله يخليك. نعم بغيت ناخد من وقتك واحد شوية. الله يخليك. كيف كتشوفي انا شغل دابا؟ حنا كنوجدو الحفلة. واخا بغيت نهضر معاك على المشكل ديال ريان. اسمعني شنو غادي نقول لك. ريان رباه في شي شكل، الموضوع ديالو ميؤوس منه، خرج راسك من هادشي. انا ما كيهمنيش الاب، انا اللي همني دابا هو التلميذ. بغيت غير نذكرك هاد التلميذ راه تعدى على استاذ، ما طلبيش مني المستحيل. استاذ توفيق انت رئيس جمعيه الاباء، يعني خصك تكون في الصف ديال التلميذ ماشي ديال الاستاذ. عاوتاني صباح الخير. كتعيش؟ لا ما كنعيش. شنو عاب الخاطر؟ تبارك الله عليك، الدار ما عندي ما نقول ليا هاديك. ما تعرفش عليا القهوة؟ مرحبا تفضلي. بارك الله فيك، جيت غير باش نأكد عليك باش تحضر اليوم. غتجي ياك؟ فين هو ريان؟ عيت ما قلب عليه وما لقيتوش، قال لي بلي باغي يحرك. وانت خليتي؟ شنو بغيتي ندير ليه؟ راسو قاسي. بونجور مدام سليمة. عم بداو لا يتهدني، مازال ما بداو. ريان جا؟ مازال ما جات شي واحد. تفضلي. الو؟ نعم سيدي داكوغ.
tout de suite. OK. سي خالد شكرا. عندي لك خبر زوين. قول سي الحساني ما غاديش يحضر. الحمد لله. دابا ولا عندنا ثلاثه ديال الاصوات مقابل جوج. دوك جوج ديال التلميذات جاو عندنا والديهم قالوا لنا راه ما غاديش يشهدوا حيت ما شافوا ما سمعوا والو. لا هما شافوا وسمعوا. لك الخوف. يلا هاني مشيت. شكرا. دابا بلاتي الاساتذه عافاكم. بالصباح وانتم كتهضروا ونسيتوا واحد القضيه. التلميذ ريان راه باقي صغير، يعني مراهق. هذا راه اعتداء على استاذ داخل المؤسسه. حتى الله يهديك، علاش غنديروا من الحبه قبه؟ واش دغيا وصلتي اعتداء؟ هذا سوء تفاهم ما بين التلميذ وما بين الاستاذ، وراه مساعد الاستاذ لطيفين باش يعتذر به، ومساعد يجي المؤسسه ويعتذر للتلاميذ ولسيادتكم السيد المدير وجميع الاساتذه. سعاده المدير الله يخليكم، ما تنساوش تاخذوا بعين الاعتبار اخر حاله دازت عندنا هنا في المجلس التاديبي، وشنو المآل ديالها دابا باش ما نعاودوش نغلطوا وناخذوا شي قرار ما هوش. اما بالنسبه للتلميذ ريان انا داز عندي العام اللي فات. تلميذ مجتهد وموهوب وماشي شي واحد اللي كيقلب على المشاكل، يعني هادشي كامل خصنا ناخذوه بعين الاعتبار باش ما نغلطوش في حق هذا التلميذ هذا. استاذ راه ما يكفيش انه يكون متفوق باش نسمحوا ليه انه يعمل بحال هاد الزله هادي. علاش؟ لانه الا سمحنا ليه بالطبع التلاميذ الاخرين غادي يديروا اكثر من داكشي اللي دار هو. واخا باش غادي نحكموا عليه استاذ. لا خص جو ماكسكوز انا كندافع على لو ستاتيو ديال الاستاذ. استاذ ديال الاستاذ محترم. الساده الاساتذه اسمحوا لي كيبان لي النقاش راه طول بزاف. إذن سادة الأساتذة الله يخليكم التوقيعات. Yeah, wow.
من بعد الاجتماع ديالنا استاذ الله يخليك بغيت نهضر مع ولي الامر بوحدنا اذا سمحتي. شكرا. سي حفيظي من بعد المشاورات والاخذ والرد وواحد كيقلع واحد خرجنا بواحد القرار. هذا القرار ما غاديش يكون مجحف حق ولدك وكنتمناو انه يتعلم من هذا الدرس وغادي يكون عبره للزملاء ديالو. وحتى انت السي الحفيظي عاون شويه من جهتك تعاون معنا. تقرير مجلس القسم الانضباطي المنعقد بتاريخ 23 مارس 2020 في حق التلميذ ريان الحافظي من قسم 3-4 المسجل تحت رقم 24-2018 ضمانا للسير العادي للعملية التعليمية داخل المؤسسة وحرصا على حرمتها وحرمة العاملين بها واعتبارا لما صدر عن التلميذ المذكور من سلوكات تتنافى وأخلاقيات التلاميذ الراغبين في التمدرس فقد تمت معاقبته بعشرة أيام منقسمة بين القسم وحديقة المدرسة. أستاذ المهدي سخنيني، عزيز بودوش، أستاذ حبيب أيت عمر، أستاذ توفيق لميل، أستاذ القرسي رشيد، والمدير أستاذ الحق زروان.